حسن صافا بخير انت مزيان بس عليك كي داير الراجل ان شاء الله بخير سير حسن تبارك الله عليك صافا انت عزيز عليا كتبعني في المواقع انت رجاوي رجاوي عزيز عليك الرجاء رجاء كنموت شنو الميساج اللي توصل لجماهير الرجاء وفريق الرجاء انا كنبغي نوصل لهم ميساج واحد وما يلعبوا الكل في الكل ويجيبوا اليوم ان شاء الله تكون مربوحه ولا ربحوا باش تحس بالاحساس ديالك الفرح ديالي ما يعلم به غير الله ياك وشنو تبغي تقول جماهير الرجاء تيقوا في نفسهم ويلعبوا لعب تيكي تاكا وكنشكروا بعض الاخوان بحال بن قاسم بحال الناس اللي كيقربوا الصوت للجماهير الله يرحمها غزاويه كنقولوا شنو هاد التشكيله اللي قدر يدخل بها اليوم التشكيله معروفه اللاعبين دابا ولاو كيفرضوا التشكيله لانه لعبوا مع زمان كتشاهدوا مشاهدينا صوت العداله نحن في مقهى ميريمار بمولاي بوسلهام هنا البطل عزيز الصالحي واللاعب المنتخب الثقامه لاعب منتخب الوطني اللي شارك في العديد من المباريات لم يغير اليوم عندهم مقابله الرجاء البيضاوي هنا محبين ومشجعي فريق الرجاء البيضاوي يتابعون المقابله اليوم عبر شاشه التلفاز اليوم معهم بطل عزيز الصالحي سي عزيز اليوم انت وسط الجمهور ديالك اولا بمولاي بوسلهام اللي كيبغيك دائما الجمهور الوفي لك اليوم انت وسط منهم وغتشجعوا مقابله كتشوف كيفاش كتشوف مقابله الرجاء البيضاوي بعد هزيمه فريق الوداد البيضاوي امس مع فريق الاهلي المصري بهدفين لصفر قاسيه شويه على فريق الوداد في العوده ان شاء الله اليوم كيفاش كتشوف مقابله الزمالك والرجاء البيضاوي بمركب محمد الخامس شكرا خويا بن قاسم وكنشكركم كنشكروا قناه صوت عدل عاد تقريبنا لجماهير الرجاء البيضاوي البارح كنا للاسف كنتاسفوا ما بغيناش ديك النتيجه ماشي مرضيه للفريق الوداد البيضاوي لانه البارح الوداد كان مغربي ما كانش فريق بوحده كان المغرب كله تابعه ما كانش مع الحد كنتمنى الماتش اللي جاي ان شاء الله يرد الجماهير يرد الاعتبار للجماهير ديالو هو عنده جماهير الوداد فريق الالقاب فريق ما كنطيحوش من الوداد الوداد بالعكس صديق الوداد بلا رجاء ما كاينش والرجاء بلا وداد ما كاينش اليوم غننساو نسينا هذاك اليوم نفكروا في فريق الرجاء البيضاوي الرجاء البيضاوي لاعبين متحمسين تايقن عشت معهم التدريب ديالهم حضرت معهم في الحفل البطوله الرجاء متحمس اللاعبين العناصر شابه واجده ومتواصله وكل واحد كيقوم بالدور ديالو اليوم عندنا المفاجاه بان ان شاء الله علم ان الرجاء البيضاوي ان شاء الله باذن الله بالجماهير المغربيه الرجاء عندها الحمد لله اللي في المغرب اكبر شعبيه جماهير مولاي بوسلهام جيت باش نساند الرجاء هنا لان ولاد مولاي بوسلهام كيبغوني ديما تيطالبوني باش نحضر نشجع اي فريق في المدينه ديالي باش يتابعوه اليوم الرجاء البيضاوي ان شاء الله كنتمنى غتقول الكلمه ديالها نظرا رغم ما كاينش غياب الجمهور ولكن الجمهور وسط قلبنا مع الرجاء اليوم الرجاء ان شاء الله غتفوز كنتمنى بثلاثه ان شاء الله ولا جل زيرو ان شاء الله غادي يكون الخير والرجاء غتقول الكلمه ديالها واليوم انا كنتواجه بجمهور زوين في مدينه مولاي بوسلهام ولقيتو رجاوي وشرف ليا وكنشكر حتى شعيبه على الاستقبال ديالي اللي هما رجاويين شنو تبغي انت تقولنا على الرجاء اليوم كما كتشوفوا مشاهدنا عزيز الصالحي كيتمنى الفوز فريق الرجاء البيضاوي اليوم من مركب محمد الخامس بالدربه البيضاء هنا غيتابعها على شاشه التلفاز من مقهى ميريمار بمولاي بوسلهام معنا اسماعيل شنو ممكن تقول لنا اليوم؟ انا اول حاجه كنشكر جميع الجماهير الرجاويه والجماهير اللي كتحب الرجاء انا كنبغي نقول لهم يلعبوا الكل في الكل وما يتنافاوش ومربوحه ان شاء الله وديما رجاء ديما رجاء تنموت عليكم اسمعكم اسماعيل جيجي شكرا اسماعيل معنا مشجع اخر محب لفريق الرجاء البيضاوي خويا شماخ شنو كيبان لك مقابله الرجاء البيضاوي اليوم والرجاء راه فيها الرجال وكاين الرجاله وكاين حنا تنثقوا في اللعابه في الحافظي وحنا باش عجبنا الرجاء جابت ولاد الرجاء واللي جا ثاني ولد الرجاء ورجع الرجاء تتلقى ولاد الرجاء في الرجاء ماشي ياك بحال انا كنحبهم حتى هما يشوفوا معنا وانا كنحبكم وكنموت عليكم وديما خضرات ديال الموت شي مقطع ماشي مقطع المقطع اللي عزيز عليك ديال جو كيغني جمهور الرجاء البيضاوي ديال اجي هنايا او في بلادي ظلموني او من لقيت من حالي او في بلادي ظلموني او شكوى رب العالي
هات البلاد عايشين في الظلام طالبين السلام صونا يا مولانا زارولي نحشيش وكتامة ردونا كل يتامة تحسبوا في القيامة في بلادي ظلموني لما نشكي حالي أيوة مربوحة مربوحة متولي ديما رجاء رجاء الفراجة ما كاينش رجاء ما كاين حتى شي حاجه ما كاين والو انا كنحب الرجاء شي حاجه اخرى ما كنحبهاش ما كاينش صافي كما كتشوفوا مشاهدينا حلقه شيقه مع الاخوان اصدقاء بطل العالمي عزيز الصالحي وحتى هما رجاويين خويا شنو كيبان لكم مقابله الرجاء نتمنى ان شاء الله التوفيق للرجاء انا اول حاجه نقولها الرجاء انا كنحب جمهور الرجاء كامل كيعجبني فريق كامل وكاكثر كيعجبوني جماهير الرجاويه الابداع ديالهم والمجهودات ديالهم وكنحبكم شي مقطع مشهور الكرام مشاهدي متابعي صوت العداله من قلب مدينه مولاي بسام المدينه الساحليه المدينه الصغيره المدينه الجميله من قلب مقهى ميريمار كلشي كيجي لميريمار اليوم معنا البطل عزيز الصالحي وانصاره يشجعون فريق الرجاء البيضاوي ويتمنون الفوز لفريق الرجاء البيضاوي والصعود الى النهائي ان شاء الله عزيز الصالحي كلمه اخيره اولا تيختي في الجمهور الرجاوي غادي يتبع الرجاء والرجاء علمها بان الجمهور كيتبعها هذا مصاوب واحد مفاجاه خارج التيران اتصلوا بيا دابا الاصدقاء ديالي نجمي عز الدين من الدار البيضاء جمعيه الرجاء غيكون واحد مفاجاه من مور التيران وكنشكروا الامن اللي ساعدهم ما غاديش يدخلوا ولكن غادي الجماهير تواصل مع الفرقه انا من هذا المنبر لقيت مولاي بوسلام بلدي الاصليه كنشكر كاسي بن قاسم اليوم عدد ديال الجماهير كتسناني عارض عليا باش غيتفرجوا معايا الماتش وشرف ليا والرجاء ان شاء الله تقول الكلمه ديالها وان شاء الله كنتمنى الله سبحانه وتعالى تكون واحد النتيجه مرضيه اللي تغطي نتيجه الوداد وجماهير الوداد الله يعطيهم الصبر ويصبروا ربما الفريق ديالهم يجيب الفوز من مصر كل شيء قريب عند الله احنا ما تطيحوش من شي حاجه احنا ما عندناش عداوه احنا ديال الابطال ما كنطيحوش من الجماهير اللي الجماهير خصها تكون كتراده واليوم انا متمنيت الوداد يتبعوا الرجاء يعاونوا راهم بيضاوه انا كنكون وسطهم راهم كنبغي من خير الجميع وتحيه للجمهور المغربي ويدوز جو رائع وحنا كنبغيو بلادنا ووطننا وملكنا وتحيه للناس مولاي بوسلام وشكرا سي بن قاسم على المجهود اللي كدير كتقرب المشاهد الرجاوي لمدينه مولاي بوسلام ومدينه مولاي بوسلام جميله وحنا استودعكم الله دمتم في رعايه الله ونتمنى كذلك الفوز للفريق الوطني اللي هو اليوم الرجاء البيضاوي ليس الرجاء البيضاوي ولكن فريق وطني يقارع الكبار في القاره الافريقيه لملا الفوز لفريق الرجاء البيضاوي على الزمالك المصري التحي كلشي لافيو مربوحه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.